يعطيكم ألف عافية. اليوم وصفتنا هي طبق حلويات من الكنافة. أنا سميته كنافة تروبيكانا لأنه زينته بمجموعة كبيرة من الفواكه. بتقدري أنت كمان تستخدمي نوع واحد فقط لغير، هذا كله حسب الرغبة وحسب المتوفر. طبقة كنافة، فوقها طبقة من المهلبية اللي على طعم البوزة العربية بالمستكة والفستق الحلبي، ورشيت على الوجه بسكوت اللوتس المجروش وزينته بالفواكه مثل ما انتم شايفين. وصفة كتير طيبة وسهلة، ويعني الروائح بتشهي. يلا تعوا معي على مطبخي لحتى نتعرف كيف عملت هالوصفة. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من مطبخي فتافيتو كيتشن. اليوم وصفتنا هي وصفة حلويات، بس هيك يعني طريقة كتير حلوة وسهلة لذيذة. هي كنافة، بس كنافة مع لوتس وفستق حلبي ومهلبية، هيك وصفة بتشهي. يمكن في بعض الوصفات المتشابهة، ولكن خلونا نجرب مع بعض هالوصفة على طريقتي أنا، إن شاء الله تعجبكم. أنا راح أسميها كنافة تروبيكانا. عندي مجموعة فواكه، عندي عنب أخضر أو أبيض، عندي عنب أسود، عندي أناناس، موز، مانجا، فراولة، حبة كيوي. الفواكه الموجودة عندك، بس هاي متوفرة عندي اليوم فرح أستعملهم. أي فواكه عندك بتقدر تستعملي كمان يعني نوع واحد فقط منها. ممكن تستعملي مانجا لحال تصير كنافة يعني نفس الطريقة اللي رح أعملها اليوم، بس تستعملي صنف واحد من الفواكه بمشي الحال. رح أستعمل كمان لوتس، بسكوت اللوتس كلنا بنعرفه. أنا أخذت كمية وطحنتها، هدول كوب كامل. وبرجع كمان للصحن التقديم اللي انت بدك تقدمي فيه، بدك هيك تاخدي عيار. يعني هون الشغلة فيش فيها عيارات يعني بالكاسة وبالكوب إلا بالسوائل. يعني عندي هون المهلبية كاسة ونص حليب، راح أحط لهم معلقتين ممسوحات نشا أو معلقة ونص كبيرة نشا، وعندي فستق حلبي مجروش راح نحطه على المهلبية، وعندنا قطر عشان نحط شوي منه على الكنافة، ويعني عندنا كمان كنافة. هلا بحكي لكم شو رح نعمل فيها. قبل ما افرجيكم كيف حضرنا الكنافة، بدي اجهز الاول الفواكه لانها بتاخد وقت بالتحضير، لانه بدي كلها افرمها مكعبات متوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة، مشان تكون سهلة عند الاكل. هذا العنب ما فيش في البذر، الحمد لله مش موجودة فيه، يعني هذا ألطف شيء إنه عنب بدون بذر، مريح كتير فما رح أقصه. ولكن هذا العنب الأسود لا، جواته في بذر، فأنا رح أقصه نصين بالعرض أو بالطور بيرجع إليك، ورح أشيل البذر. الأناناس رح أشرحه برضو هيك قطع صغيرة، الموز آخر شيء عشان ما يسود، المانجا كمان رح أقطعها مكعبات، الكيوي والفراولة كلها مكعبات متناسقة حتى يكون كلياته قد بعضه. رح أقطعهم وبرجع لكم وبنكمل مع بعض تحضير الكنافة. هون خليني أحكي شوي عن تحضير الكنافة. طبعا الكنافة صايرة هلأ متوفرة بجميع السوبر ماركت والهايبر ماركت والمولات. عجين الكنافة يعني بطل صعب زي زمان، حتى كمان في ناس بيعملوا بالبيوت. المهم انه اي عجينة كنافة عندك سواء من المحلات العادية، في محلات حلويات كتير بيبيعوا كنافة خشنة وبيبيعوا كنافة ناعمة، فانا استعملت اليوم الخشنة. هاي الوصفة هاي بيمشي فيها اي نوع. ممكن في اكتر من طريقة لتحضير الكنافة. ممكن الناس اللي بتستصعب تقطيع الكنافة فرزيها، وبعد ما تفرزيها ممكن تدقيها بالشاكوشة أو بمدقة اللحمة وبتندق معاك وبتصير هيك مفتتة. أو ممكن أنا صراحة بفضل استعمال المقص، بحس أنه أسهل إشي لتقطيع الكنافة. هيك بتاخدي جزء جزء وبتقطعيه بالشكل هذا. يعني هاي يعني بلاقيها أفضل طريقة صراحة من حتى من السكين ومن التنتيف بالإيد، ويعني هيك بتاخد شوية وقت بس مش مشكلة. ممكن كمان بمحضرة الطعام بالفود بروسيسور تحطوها وتفرموها.
بس تكون يعني ما تكون طرية، يعني لما بتكون طرية راح تاخذ منكم شوية وقت وتغليكم. تمام، أنا راح أكملها وبرجع لكم. وهون أنا بعد ما خلصت فرم الكنافة، هاي مثل ما أنتم شايفين سهلة كتير الطريقة هاي. في أكثر من طريقة لتحميص الكنافة. أول طريقة إنه أنا ما أحط عليها أي نوع من الدهن، لا سمنة ولا زيت ولا زبدة ولا شيء. بنشغل الفرن على 180 وبنحطها على الرف الأوسط مثل الكيك بالضبط، وبنصبر عليها. يعني هاي بدنا بس إيش نراقبها، يعني كل دقيقة دقيقتين بنشوف الحفف صارت هيك ماخدة لون الشقار، بنحرك الحفف وبندخل الحفف لجوا وبنحرك اللي جوا برا وهيك، وبنضلنا نلف بالكنافة لحد ما نعمل طبقة جديدة من الكنافة اللي لسه ما أخدت لون، وبنرجع الصينية مرة تانية على الفرن. هاي صراحة بتاخد وقت، بس يعني للجماعة اللي ما بيحبوا استخدام المواد الدهنية ممتازة. ممكن نفس الطريقة ولكن بنحط شوية زيت، يعني هدول ربع كيلو كنافة، أنا اليوم استعملت نص كيلو، ربع أخدته عشان يعني أعمله نسخة قدامكم، والربع الثاني أنا صراحة قليته بالزيت، مش قليته كمان، أنا يعني جبت زيت غزير وبعد ما قطعت الكنافة بالشكل هذا نزلتها بالزيت وقليتها، بس يعني صفيتها بمنخل سلك ناعم، لأنه الكنافة لما بتنقل بالزيت بتتفتفت كتير، يعني شايفين كيف ملمسها صاير. فحتى إنه ما أخسرها أو ما تنحرق بصفيها كلياتها بمنخل سلك متوفر، يعني أو مصفاي عندك، بس تكون أهم شيء تكون المصفاي الثقوب بتاعتها كتير ضيقة عشان ما أخسر كنافة وأنا بصفيها. فهي عندكم أكتر من طريقة، إما أنتوا تقلوها بالزيت وبتصفوها، وطبعا كل الطرق ناجحة جدا إنك تحفظيها بالفريزر. يعني هاي أنا بقلي كمية بأول رمضان وبحطها وجبات بكياس، وكل ما بدي باخد كيس وبستعمله. تمام، ما بحط عليها ولا شيء، هي مقلية بالزيت ومصفاي، وبحط تحت منها فاين مطبخ، ورق مطبخ لحتى يمتص الزيت، بحطها بكيس نايلون بالفريزر. واللي بده يستعمل طريقة التحميص بدون مادة دهنية بيصير، واللي بدها تستعمل رشة زيت أو سمنة بيرجع لرغبتك، بس أهم شيء إنه إذا بدكم تدخلوها الفرن لازم تنتبهوا عليها عشان ما تحترق وتضلكم تقلبوا فيها هيك رايحين جايين لحد ما تاخذ اللون المطلوب. وهون بنحضر المهلبية، هدول كاسة ونص حليب، راح أحط عليهم معلقة واحدة سكر ممسوحة، يعني ما بدي أحليها كتير لأنه لسه في قطر راح ينزل على الفواكه، ما يعني ما بحب الأشياء هاي تكون كتير حلوة. وعندي هون راح أخذ معلقة ونص نشا، وعندي هون فانيلا عادية وفانيلا مستكة بطعم المسكة. اوكي، راح احط رشة من هاي، ورشة من هاي، وبنحركها على البارد، نتأكد انه النشا داب تماما، بنشغل النار تحتها. هلأ اللي هذا حليب كامل الدسم، اللي بيحب يستعمل حليب يعني خالي الدسم ما في اي مشكلة، واللي بيحب يزيد على الحليب قشطة جيمر او اي نوع قشطة او مثلا كريمة بودرة هذا بيرجع لها، ولكن انا حبيت اليوم تكون خفيفة لطيفة بدون يعني تعقيدات، واللي بيحب يزيد من عنده ما في اي مشكلة. طعم الحليب مع المسكة كتير طيب، يعني هيك طعم على طعم البوزة العربية. رح أضلني أقلب لحد ما المهلبية تشد وبرجع لكم. وهون أنا عندي المهلبية خلاص فقفقت، وحطيت لها أنا فستق حلبي، ممكن أزيد شوي كمان، حطيت معلقتين، بدي أزيد كمان معلقة. لو تلاحظوا هيها عم بتفقفق، شايفين؟
هلا اللي بيحبها اسمك من هيك ممكن يزيد نص معلقه نشا، ولكن انا بحب هيك تكون شوي طريه، لانه لسه راح تنصب على طبقه الكنافه وتفوت الثلاجه وتبرد، فمنيح السماكه هاي. هي ما في داعي تحطوا ماء ورد او ماء زهر، لانه هيك راح تغطوا على طعم المسكة او المسكة اللي حطيناها، انه بالاخير بدنا ناخذ نحصل على طعم قريب من طعم البوزة العربية، فما في داعي تكتروا نكهات لا ماء زهر ولا ماء ورد، اكتفوا بالفانيلا الممستكة وخلاص، يعني كتير طيبة. راح اتركها تبرد شوي وبجيب هلا صحن التقديم وبجمع الكنافة. وهون انا بجيب الكنافة اللي حضرتها بالزيت وصفيتها منيح من الزيت، راح احط عليها يعني شي معلقتين ثلاثة قطر، ما بنكتر، بس ايش اللي يجمعها على اساس انه لما اجي احطها بالصحن وامدها فيه تكون متماسكة على بعضها، مش كتير هيك مفرفطة. احنا بدنا اياها مفرفطة بس مو كتير، بعتقد هيك بكفي. وبشوكة بس بنحرك هيك، حسيت انه بدها كمان بدير. هاي الوصفات ما الها عيارات، الها بالنظر، يعني بنظرك انت بتقدري تعرفي اخذت حاجتها ام لا. بنحرك بس منيح وبنستعمل شوكة، عشان الشوكة هي اللي حتساعدني في توزيع القطر. يعني بدها شي معلقة كمان بتصير تمام. هذا قطر بيتي عادي وسط مش سميك، عياراته كاسة مي، كاسة سكر، عصرة ليمون، وعلى راس المعلقة ذرة ذرة من ملح الليمون. طيب هيك الكنافة صارت جاهزة خلاص، تمام. هيها بجيب هلا الطبق اللي رح اقدم فيه الكنافه ونشوف كيف رح نعمل طبقات. انا اخترت الصحن هذا للتقديم، يعني الحفه تاعته مناسبه للطبقات اللي انا بدي اسويها، فباخذ هون الكنافه. وانتبهوا ما بنديرها كلها، يعني نحاول هيك نشوف بالنظر، بدنا طبقه رقيقه من الكنافه بقلب الصحن. طبعا انا لانه يعني بعرف عيار الصحن هذا، هو بياخذ ربع كيلو كنافه، فهي راح تنحط كلها. وبعد ما كبسنا على الكنافه منيح وعملنا طبقه، راح ننزل بالمهلبيه. بسم الله. انا ما بحب اسمك الطبقات، هيك بهدوء. هينا تمام، هيك تقريبا كله صار يعني نفس المستوى. بنهز شوي، وخلص. ومباشرة وهي لسه دافية بنرش بسكوت اللوتس المدقوق أو المفروم على محضرة الطعام. أنا والله دقيته بمرق العجين، يعني حطيته بكيس نايلون وهيك خبطت عليه، وهو بسرعة يعني، بس ما نعمته كتير، برضو حلو إنه يكون كرانش، بس انه انا ما بدي اغطي
المهلبية بشكل يعني كامل، لا بدي هيك يكون مبين انه في مهلبية بالموضوع. اللوتس انا جربته في هيك شغلات صراحة بيعلي التيست كتير كتير كتير. جربوا الوصفة وراح تدعولي. وهلا بجيب الفواكه اللي قطعتها وجهزتها، لو تلاحظوا انا مفرمتها كلها يعني قد بعض. بحاول انه راح اخلي نفس الترتيب اللي محطوط هون حتى يكون في تناسق بالالوان، هو اللي راح احطه فوق طبقة اللوتس. وراح اخلي الموز اخر شيء لانه الموز ما بدنا اياه يسود. ممكن كمان بعد ما نقطع الموزة نرش هيك عليها عصرة ليمون على اساس تضلها محافظه على لونها لحد ما نيجي نقدمها. حتى ما اخذ من وقت الفيديو، انا بس كل اللي راح اعمل انه راح ارتب الفواكه من الصحن هاد للصحن هاد. وطبعا لك الرغبه في التزيين، يعني مثل ما خبرتك ممكن صنف واحد من الفواكه، ممكن اشي مختلف تماما، ممكن مكسرات وبس بدون فواكه، ولكن حلو ندخل الفواكه بالحلويات حتى نخفف من السكريات. ولو تلاحظوا انا لهلا ما استعملت غير معلقه واحده سكر بالمهلبيه وثلاث معالق بس بالكنافه، يعني لحديت الان السكر يعني هيك منضبط شوي. بنحاول قدر الإمكان إنه يكون الحالة تاعنا متوازن. فهلأ برتب الفواكه وبنشوف كيف راح يكون الشكل النهائي. وهيك طبقنا الحلو صار جاهز. كل اللي ضايل إني أعمله إنه الفواكه هاي طبعاً لو حطيناها بالثلاجة لحد ما الوقت راح نقدمها فيه راح تدبل، لأنه الفواكه بالثلاجة بسرعة بتتأثر، وخاصة الموز. فأفضل شيء إنه نغطيها بطبقة من الجل متوفر برده، ولكن أنا حبيت إنه هيك خيوط خفيفة من القطر راح أنزل عليها، وزي ما بدكم أنتوا اللي عندها جل 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 حلويات يعني معروف متوفر، يعني راح هيك أضلني أنزل شوي بشوي، أو ممكن بفرشاي ونلمع بس الوجه. وهيك وصفتنا الشهية الطيبة خلصت. عملنا اليوم طبقات الكنافة مع المهلبية وبسكوت اللوتس المجروش، وزيناها بالفواكه. طبعا اللي بيحب يستعمل قشطة بلدية ما في مشكلة، بيستعملها بيحط عليها فستق حلبي. ما حطينا ماء ورد ولا ماء زهر، اكتفينا بالمستكة والفستق الحلبي حتى ناخد طعم على البوظة العربية. ما بدي أرش على الوجه أي شيء، لا جوز هند ولا فستق حلبي مجروش، لأنه الزينة لحالها من الفواكه شكلها كتير مرتب. بتمنى تجربوها وتعجبكم، وبستنى منكم التعليقات. إذا عملتوها وعجبتكم حطولي بالتعليقات. وبوجه شكر كبير لكل الشباب والصبايا والسيدات اللي بيعملوا الوصفات وبيبعتولي على الخاص على الماسنجر، على ماسنجر صفحتي فتافيتو على الفيسبوك. ما شاء الله عنكم، عاشت ايديكم، كلكم شاطرين كلكم رائعين. وان شاء الله بس اجمع عدد حلو هيك من التطبيقات تبعتكم راح اعمل فيديو وانزل فيه الصور اللي بتبعتوها او مقاطع الفيديو. بنهاية الحلقة بتمنى لكم كل الخير. لا تنسوني من سبسكرايب وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. اي وصفة بتحبوا انه اسوي لكم اياها اكتبوا لي اسمها وانا ان شاء الله بلبي طلبكم. بتمنى لكم كل الخير، يعطيكم الف عافية وصحتين والف عافية. سلام.